علمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرى في اللوح واسم محمد طغرى. الحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أول ما نبدأ به السيرة النبوية المشرفة ذكر النسب الزكي لسيد العالمين صلى الله عليه وسلم، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. واسم عبد المطلب شيبة بن هاشم، واسم هاشم عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة، مرفوعا إلى عدنان إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام ابن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. كان هاشم بن عبد مناف كريما شجاعا جميل الطلعة، مبجلا من قومه من حداثته، وكان تاجرا مثل إخوته. وقد انتقلت مكة على يديه من محطة تجارية صغيرة إلى دور آخر حينما تعرف على قيصر الروم في بيت المقدس فأعجب به، فطلب منه أن ينقل تجارة قريش إلى مملكة الروم فسمح له. فعاد هاشم، ولما له من سمعة طيبة بين العرب وخصال كريمة وحضور آسر، فقد أتى بعقود الإلاف من سادة قبائل العرب من الشام إلى مكة، وابتدأت رحلات قريش التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. وحزى إخوته حزوة، فقد جاءوا بعقود إلاف من الحبشة واليمن والحيرة، وسنت قريش رحلة الشتاء والصيف، الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن. وقد جاء في الأخبار أن قيصر الروم عرض على هاشم أن يزوجه ابنته، فسافر إلى غزة ومات ودفن فيها، وسميت غزة هاشم. كان هاشم قد تزوج في مكة وأنجب من الأولاد نضلة وأبا صيفي وأسد. وفي إحدى رحلاته إلى بلاد الشام مر في مدينة يثرب بصديقه عمرو بن زيد سيد الخزرج، فتزوج ابنته سلمى وأنجبت له شيبة بن هاشم، ومات في غزة ودفن فيها لما سلف. فانفطرت مكة حزنا عليه، وشيبة بقي في حجر أمه حتى قارب البلوغ. ذهب المطلب شقيق هاشم إلى يثرب، وأتى بابن أخيه شيبة بن هاشم، وعجب أهل مكة من هذا الفتى الذي يردفه المطلب على بعيره. وكبر عبد المطلب وصار سيد مكة، وله ولد وحيد اسمه الحارث، واشتد أزره بأبناء عمه من بني عبد مناف، وفوق ذلك به سيرة حميدة سارت ريحها في ديار العرب. وذات يوم، احفر طيبة يا عبد المطلب. طيبة؟ وما طيبة؟ احفر برة. برة؟ احفر المضمونة يا عبد المطلب. وما هي المضمونة؟ يا رب هذا البيت، ما هذا الصوت الذي أسمع؟ احفر زمزم. زمزم؟ وما هي زمزم؟ لا تزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم
وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم. سأحفر زمزم. يا حارث هلم يا بني، سنحفر بئر زمزم، إنها ماء أمنا هاجر وأبونا إسماعيل. هيا بنا. يا معشر قريش، إلي إلى إساف ونائلة. هيا يا معشر قريش، أيها المغيرة، أيها المغيرة. ما الأمر يا أمية؟ إن عبد المطلب ابن هاشم يحفر بئرا بين إساف ونائلة هناك قرب الكعبة حيث ننحر ذبائحنا. لن نترك عبد المطلب يحفر هذه البئر. يا أسرع إليه. إليه يا عبد المطلب. أسرع الطريق يا عبد المطلب. يا عبد المطلب ماذا تريدان؟ لن نتركك تحفر بئرك هذه بين صنمين إساف ونائلة حيث نذبح هدينا وهي من شعائرنا. والله لأحفرن هذه البئر. أما تريان أنها بئر قديمة قد ردمت؟ رد عني يا حارث. لبيك يا أبي. ما من أجل هذا جئنا يا عبد المطلب؟ فكف عما تفعل حتى أجد الماء. يا ابن عمي ما جئنا لشر، في مكة آبار كثيرة، هناك بذر وسجلة وملكم والحفر وغيرها كثير، فتخير منها ما شئت. تخير أو احفر في غير هذا المكان وسوف نساعدك على حفر بئرك. لقد أمرت بحفرها. من أمرك يا عبد المطلب؟ إنه صوت أتاني من رؤية، ولسوف أمضي بما أمرت به، فخلوا بيني وبين ما رأيت. لن نخليك، فنحي ولدك عنا وناجزنا. إن أنت إلا رجل واحد فبما تهددنا؟ يا رب الكعبة ما هذا؟ طيب ويحكم، لعلها الرؤية ولعلها تحته الماء. أهو الماء يا عبد المطلب؟ بل كنز، كنز شرهم، يوم طردوا من مكة، غزالتان ذهبيتان وأسياف وأدرع كلها من الذهب. لنا ولك يا عبد المطلب. ويحكم، ما لكم وما وجدت في بئر احتفرتها بأمر أتاني؟ لن نتركها لك، لنا فيها شراكة وحق. يا معشر قريش، أنتم أهلي وعشيرتي، ولو ناديت يا لهاشم لجاءوا يشتدون، وما أظنهم يتركونكم تنالون مني. أبي سيد الفتح. خير من هذا يا معشر قريش، دعوني أكمل حفر البئر حتى يخرج الماء، ثم نأخذ هذا الكنز ونضرب عليه بالقداح في جوف الكعبة، فمن كان له يأخذه. كيف؟ قدحاني لي وقدحاني لكم وقدحاني للكعبة. أعذرت يا عبد المطلب. رضينا يا عبد المطلب، شأنك وزمزم. الماء الطمي. يا معشر قريش، إنها زمزم، بئر أبينا إسماعيل وأمنا هاجر، بئر لا تنضب بإذن رب البيت الحرام، تسقي الحشيش جميعا. بورك فيك يا عبد المطلب يا سيد مكة. ثم إن عبد المطلب أخذ كنز زمزم إلى صاحب القداح في جوف الكعبة، فجاءت له وأخذ الكنز فضرب الغزالين الذهبيين على بابها وجعل قفلها ومفتاحها من ذهب. ثم إن عبد المطلب لما رأى من جرأة قومه وعشيرته عليه، نذر إن رزقه الله 10 أبناء أن يذبح أحدهم.
فتزوج عبد المطلب بعد سمرة العامية 4 نسوة، أنجبوا له 10 أولاد، فقام ليوفي نذره، ووقع اختيار القداح على ولده عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحب أولاده إليه. ولدكم عبد المطلب سيذبح ولدي نذرا لرب البيت. أنت زنزان؟ لا ورب الكعبة، شن عبد المطلب. لا تدعوه يفعل، وإلا صار سنة في قريش. ما أوفاك يا عبد الله وما أطوعك لأبيك؟ لا، لا تفعل يا أبي. أرجوك لا تفعل، لا تفعل. لعل رب البيت يجد لك مخرجا. إنه نذر، وما كنت لأحنث بنذري أبدا. يا عبد المطلب، يا سيد مكة، لا تفعل، لا تفعل. لا تفعل يا عبد المطلب. لا تفعل يا سيد مكة. ونذري، نذري يا معشر قريش، إن عبد الله ابن عمتي فاطمة، والله لن نتركك تذبح. ونذري، نذري يا مغيرة، لن أحنث به وأنا عبد المطلب. لا يا أبي، لا، إنه أحب إخوتي إليه. لا تفعل يا عبد المطلب، لا تفجعني بعبد الله، إنه فلذة كبدك. يا طرار، يا زبير، أيها الحارث، يا عبد مناف، ويحكم أخاكم. يا عبد المطلب، يا ابن عم، إن ذبحت عبد الله لتصيرن سنة في قريش، فأنت قدوة فيها. والله، والله يا عبد المطلب، لا تذبح حتى تعثر فيه، فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه. وما ترون يا معشر قريش، وما ترون، ليس عبد المطلب من يحنث بنذر لرب البيت الحرام، وقد أكرمني برؤيا جاءت كفلق الصبح، فحفرت زمزم وطاب ماؤها شرابا لحجاج البيت. نذهب به إلى عرافة الحجاز، فإن لها تابعا، فسلها وأنت على رأس أمرك، فإن أمرتك بذبحه ذبحته، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه نفع قبلته. تالله إنه أحب أولادي إلى قلبي، فما زدت أن قلت هلم يا بني لأذبحك، حتى قال لي دون أن يرف جفن له: اذبحني يا أبي وأوفي بنذرك. هيئوا الرواحل وهيا لنذهب إلى عرافة الحجاز، عسانا نجد عندها مخرجا. يا رب الكعبة، أنقذ عبد الله ونذري ثقل شعري ذهبا وفضة. يا رب الكعبة، أنقذ عبد الله ونذري ثقل شعري ذهبا وفضة. أين وصلتم في بناء القليس يا ابن مقصود؟ إنه في مراحله الأخيرة يا مولاي. قريبا ننقل إليه رفاة شهيد نجران، فتصير كنيسة القليس آية من آية الدنيا في جمالها وروعتها وعظمتها. أهي على اسم شهداء نجران الذين أحرقهم دونواسا في الأخدود؟ بلى، ولسوف أصرف حاج العرب إليها. العرب يحجون إلى مكة، يزعمون أن سيدنا إبراهيم أقام قواعدها ويسمونها البيت الحرام. ويحهم، إنهم عبدة أوثان. لقد آن للعرب أن يدينوا بالمسيحية وروح القدس كما فعل أهل نجران، بل شهداء نجران، ومنهم جدنا الحارث. أسرع في إنهائها،
إني بشوق لاكتمالها، ما أن تكتمل حتى أصرف حاج العرب إليها. كيف سيحصل ذلك يا مولاي الملك؟ حينما تكتمل لسوف أخبركم. ماذا يا عبد المطلب؟ أي بشرى؟ لقد نجا عبد الله. كيف؟ رويدا يا امرأة، دعيني ألتقط أنفاسه. ذهبنا إلى عرافة الحجاز فسألتنا كم الدية فيكم، فقلنا لها 10 جمال، فقالت اضربوا بالقداح وزيدوها حتى يرضى ربكم ثم اذبحوها قربانا عنه. مهما بلغت يا عبد المطلب. لو أتى فداء عبد الله على مالي كله، ومال بني هاشم، ومال بني المطلب، ومال عبد مناف، ومال قريش كلها، بل ومال كنانة. سأزيد بالإبل حتى يرضى رب البيت، وما إن ينجو حتى أزوجه. رحمك يا رب الكعبة. ولسوف أتزوج. افعل ما بدا لك يا سيد البطحاء، ولكن الفداء لعبد الله. أجل، الفداء يا عبد المطلب، الفداء يا سيد مكة. بل هو النذر، وموعدنا غدا في جوف الكعبة. هذا لعبد الله وهذا للابن. اضرب يا صاحب القداح، اضرب بقداحك يا اخي شمع. عبد الله. يا رب الكعبة، اقبل فداء ولدي عبد الله. عبد الله، زدها 10 من الابن، اضرب بقداحك. عبد الله، زدها ايضا 10 من الابل، هيا اضرب بقداحك. يا رب الكعبه، يا رب. ما وراءك يا حارث؟ ما زال صاحب القداح يرمي بها. وتخرج على من؟ الكعبة، يا صاحب هذا البيت، اقبل فداء أخي عبد الله، واقبل النوق في نذر أبي عبد المطلب. أقسم أبي عبد المطلب وإخوتي لو جاء النذر على مال عبد المطلب ومال بني هاشم كلهم ليفدينا. عبد الله. اضرب، اضرب حتى يرضى رب عبد المطلب. الإبل، لبيك يا رب الكعبة، لبيك، لبيك يا رب الكعبة، لبيك يا رب الكعبة. أبشر يا رب الكعبة، أبشروا يا معشر قريش، أبشروا يا بني هاشم، قد نجا عبد الله. 100 من الإبل تنحر حول الكعبة وفي أزقتها وأمام دورها وعلى جبالها، لا يرد عنها أحد، لا إنس ولا جن ولا طائر ولا وحش. 100 من الإبل بورك فيك يا عبد المطلب. البورك عبد الله، والله ما أظن ما جرى له إلا مكرمة من رب هذا البيت ليطعم بسببه أهل حرمه، الغني والفقير، الحاج والمعتمر. يا أهل قريش، يا بني هاشم، الليلة سأطلب لولدي عبد الله يد آمينة بنت وهب. يا أسود، ما أن ينتهي بناء القليس حتى أسير إلى كعبة العرب فأهدمها، حتى أحولها إلى كومة من الحجارة، وأصرف حج العرب إلى كنيسة شهيد نجران في صنعاء.
أنا سوف أكرههم على ذلك. وإن أبوا يا مولاي وأعادوا بناها؟ لسوف أهدمها المرة بعد الأخرى وأطأ بجيش الحجاز حتى يتصل ملكي بملك بيزنطة، وأكره العرب على الدخول في المسيحية عنوة. وبيزنطة ما رأيها يا مولاي؟ القيصر بيزنطة هذا حلم يراوده منذ قرون، أن يصبح بحر القلزم بحيرة رومانية، كل القاطنين على ضفافها على دينهم، وتصبح طريقهم إلى الهند في البر والبحر آمنة، لا يرضخون لحصار الفرس والعرب فيما يشترونه من الهند والصين من لبان وبخور وعاج وحرير وتوابل. يا أسود، الملوك هكذا تفكر، ليت ذلك يكون على يدي. ولكن الحبشة وملكها يا مولاي. ريحك يا أسود، ما الذي يستطيع أن يفعله ملك الحبشة؟ الملك أبرهة لا يتبعه إلا بالاسم، بل ولا إلى بيزنطة، وأنا على مذهبهم، مذ كنت مملوكا لتاجر بيزنطي في ميناء دالس، هوايا معهم، وهذا ما تريده بيزنطة. أسرع يا أسود بن مقصود، لسوف يأتي العرب إلى كنيس في صنعاء، يحجون ويعتمرون، يبيعون ويشترون، وأنا ملكهم أبرهة. إنه يوم المنى يا مولاي. يا معشر قريش، أنتم الملأ وسادة مكة، ونحن نسلو لؤي القصير، فقد هلك الآباء، هلك هاشم فدفن في غزة، وهلك المطلب فدفن في اليمن، وهلك نوفل فدفن بسلمان في العراق، وهلك عبد شمس فدفن شرقي الحرم. العقبة في من بقي يا عبد المطلب؟ نحن أهل الحرم. أنت سيدنا يا عبد المطلب، بورك فيكم. إنها لسنة اتبعناها من جدي قصي، إطعام الحجيج وسقايته، وإحقاق الحق وإجارة المظلوم. ولقد استنى والدي هاشم سنة أراها تعفو، وإني لمحيها. أي سنة يا عبد المطلب؟ كان أبي هاشم قد جمع ملأ قريش هنا في هذه الدار، وقال إن من قومنا من يعتفرون، يأخذون أولادهم وعيالهم إلى مكان قصير، ثم يغلقون عليهم ليموتوا جوعا كي لا يتعرضوا لذل السؤال. ورب الكعبة، إنه لأمر جلل، ولا يليق بأحساب قريش أن يبقى فيها هذا الأمر. ولقد عادت هذه العادة من جديد، فاستشرت في قريش وكنانة والأحابيش وأحلافهم، وإني ورب الكعبة لا أرى هذا إلا نقصا في العقول وسبة وغية. ما ترى في ذلك يا سيد مكة؟ أرى ما قاله مطرود الخزاعي، الخالطين غنيهم بفقيرهم حتى يصير فقيرهم كالكافي. أرى العودة لسنة هاشم، فلا يبقى غني في قريش إلا ضم إليه من أهله من جاع واحتاج، فيكفيه ذل السؤال والاعتفار. وماذا عن الفقراء والعبيد الذين يعيشون في مكة وجوارها؟ منهم من جاء حاجا وبقي، ومنهم من جاء تاجرا فأفلس، ومنهم من جاء مواليا فضعف، ماذا عنهم؟ أما الفقراء المتركون الذين لا حلف لهم ولا ولاء، فليطعموا مما يهدى للكعبة من ذبائح، وما يترك فيها من لقا يلبسون فيسترون به عريهم. يا أهل قريش، أنتم جيران الحرم، والعرب تقتدي بكم، فلا تجوروا على عبيدكم. يا معشر قريش، أتضمنون إن جاعوا وأرهقوا أن لا يقوموا فيأكلونكم؟
ماذا يا أختين؟ ماذا؟ يا ابن جدعان، إنك تأكل وتشرب بآنية الذهب، وليس في الحجاز كله من هو في ثرائك وسعتك. تالله إنما سنه قصي وهاشم، وما تبعه سيد البطحاء عبد المطلب لشرف وكرامة. وأية كرامة، وإنني سأنصب قدورا لا تخمد نارها، فمن يحتاج فليأتي إلى قدوري ليجد الحيص والخبيص والثريد. بورك فيك يا ابن جدعان. إنكم أهل الحرم وسدنة بيته وحج العرب إليكم وأصنامهم في دياركم، فاضربوا المثل للعرب جميعا بالكرامة والشهامة والمروءة والنخوة تسود. صدقت يا سيد مكة، صدقت. السلام لك يا مولاي. ما لك يا أسود؟ أراك حزينا غاضبا، ما وراءك؟ حدث جلل. ماذا حدث؟ رجل من كنانة من قبائل قريش، أولئك الذين يعظمون الأصنام ويعبدون الأوثان، أحدث حدثا في القليس. أحدث ماذا؟ رمى أوساخا وأنجاسا فيها. أتتك بخائن رجلاه؟ لا بأس، لا بأس يا أسود، كنا ننتظر فرصة لغزو الحجاز وهدم بيت أصنام العرب. ها قد أتانا ما نريد، إنها لحجة والرب نعذر فيها. ما من قافلة لأهل مكة في صنعاء؟ بلى يا مولاي، اليمن لا تخلو من تجارهم. يأتوني بأحدهم لأعرف ما الذي يعني لهم هذا البيت. ولكن يا مولاي، قد يشعرون بما نخطط له. ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟ والرب لآتينهم بجيش لا قبل لهم به، أن يروه حتى يفروا من وجهه في صحرائهم، فيغوصون في رمالهم ويعتصمون بالشعاب ورؤوس الجبال كما يحدث لوغاث الطير إذا فاجأها عقاب. اسمع يا أسود، أكل العرب يعظمون هذا البيت؟ ما خلا البعض منهم، مثل عشيرتي الحارث بن كعب أهل نجران لأنهم نصارى على دين المسيح، وبعض اليهود في يثرب وفدك وخيبر، وبعض قبيلة خثعم. الذي أعرفه أن المسيحية فشت في قبائل العرب، فما الذي يدعوهم لتعظيم هذا البيت والحج إليه؟ إنهم يعتبرونه بيت إبراهيم وإسماعيل، فالقبائل تأتي بأصنامها إليه وتعظمه. إلى أي درجة؟ إلى درجة الموت دونه. إذن ائتني بالتاجر القرشي. ويحك يا كناني، ماذا فعلت؟ أما تعرف أن اليمن متجرنا في الشتاء ورحلتنا إليها؟ وإذا ما غضب أبرها وهو لابد فاعل بعد الذي أحدثته في دار عبادته، فإنك ستجر الجرائر على قريش وكنانة. أنا كناني من بني فقيم، نحن الذين ننسئ الشهور. وهل تظنني غريبا لا أعرف؟ يا هشام، نحن الذين نؤخر الشهر الحرام فنحله سنة ونحرمه سنة، نحن النسأة، تعرف تعظيمنا للكعبة وغيرتنا عليها. أما سمعت عمير بن قيس واقفا في الحج يصيح في الناس؟
لقد علمت معد أن قومي كرام الناس أن لهم كراما، فأي الناس فأتونا بوتر وأي الناس لم نعلك لجاما. ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما. أعرف يا كناني، لكنك ستغضب الملك علينا وقد تجر على مكة وقريش جريرة لا قبل لكنانة وقريش بها. ويحك ويحك، ما الذي دفعك لتفعل ما فعلت؟ سمعت الناس يتحدثون عن قليس أبرهة وأنه سيصرف حاج العرب إليها بالقوة، ففعلت ما فعلت لأفهمه أن العرب لا يعظمون إلا البيت الحرام. ويحك، الحق بمكة، أنذر أهلها واهرب قبل أن يأتيك جند أبرهة فتقتل قتلة تتحدث بها العرب. هيا هيا اغرب عن وجهي يا لك من أحمق. كم بقي أن نصل إلى مكة؟ مسيرة نصف يوم. لقد استخفي صديقي عبد المطلب، إن له علي دينا وعدا بيضاء لا تحصى. هيا يا بني خثعم. من أنتم؟ أنا حناط الحميري رسول الملك أبرهة. الملك؟ وماذا يريد الملك؟ تعال إلي. لما؟ أحدث أمر ما أم يريد شيئا من تجارتنا؟ لست أنا الملك، تأتي إليه فتسأله. لا بأس يا حناطة، دعني أصلح أموري وأرتب شؤون القافلة ثم آتي الملك. ما اسمك؟ هشام بن المغيرة. الآن يا هشام، أما أصلح من نفسي كي أكون لائقا أمام الملك؟ حسن، بسرعة. يا هالة، حييت يا أبا الحار. كيف الأولاد؟ بخير، إنهم في الداخل. إن كان ذكرا سأسميه حمزة. وهبك الله ما تحب وتشتهي يا أبا الحار. اجلسي يا هالة، حدثيني عن عبد الله وأمينة. قلبي يحدثني إنه زواج ميمون، سيأتي منه نسل طيب. هناك أمر كنت أكتمه يا أبا الحارث، سأحدثك به الآن. تكلمي يا هالة، قولي، فأنت آخر نسائي وأم آخر أولادي. وإني لأرجو من رب البيت أن يمتعك بهم ويمد في عمرك. لا بأس يا هالة، ماذا ستحدثيني عن أمينة وعبد الله؟ أما عبد الله فأنت تعرف رقية ابنة نوفل صديقتي، أحبها وتحبني، وهي تعتكف في دارها منذ مدة ولا تخرج إلا لبعض شأنها، لكنها حينما تخرج يلفها الحزن وتطفر الدمعة من عينيها. ما شأنها يا هالة؟ إنهم أهل بيت كرام، وأخوها ورقة، فتى يتألى، يحب الحق ويفعل الخير، وأنا أحب أهل هذا البيت، فما لها رقية ابنة نوفل الأسدية؟ أوقفتها وكلمتها وسألتها عن سبب حزنها، وما زلت بها حتى حدثتني. أثرت فضولي يا هالة، هاتي كلميني. ما رأيت أحداً أكثر سعادة في قريش
من رقية. عندما أتى الفداء بعبد الله كنت أراها وهي تطوف البيت وتمسك بأستار الكعبة، وعندما أتت البشارة أطلقت زغرودة ترددت أصداؤها في مكة وشعابها، وزغردت لزغرودتها نساء مكة. أكانت ترغب بعبد الله؟ سأزوجها عبد الله، وما له لتنتظر؟ نحن سادة مكة، ومن منا لا يتزوج أكثر من مرة؟ وقد يربع ويخمس ويسدس، ومن كان ميسور الحال قد يعشر كما فعل مسعود الثقفي، فلما هي حزينة؟ إنها تعرف ذلك، ولكنها رغبت عن زواج عبد الله. وهل كلمها في ذلك؟ بلى، ورفضت. هاتي يا هالة، إن عندك لخبرا. قالت لي رقية: رأيت عبد الله خارجا من الحرم وبين عينيه شعلة من نور كأنها غرة الفرس، فدعوته إلى نفسي وطلبت إليه الزواج مني، فرفض وبنى بأمينة بنت وهب. ثم بعد حين عاد وسألني: يا رقية، ألك في الزواج؟ فأجبت بلا. لقد ذهب النور الذي بين عينيك، أخذته آمنة، وأنا ما عاد لي شأن بك. والله إنه لخبر. ماذا رأت في غرة عبد الله؟ وأي شيء أملته من الزواج به؟ لست أدري يا عبد المطلب، إنما قالته أمر جلل غمغمت به لم أفهم منه شيئا. حدثتني عن أمر عظيم سيحدث وكانت تبكي. نشدتك الله يا هالة، عوديها وقفي على خبرها وأخبريني. وماذا عن حمل آمنة؟ قالت لي آمنة إنها لتعجب. تعجب بماذا؟ قالت لي: تقول النساء إن الحمل يضنيهن ويتعبهن، منهن من تنوء به ولا تستطيع حراكا، ومنهن من تقيء وتتوحم، أما هي فلا، لم يأتها ما يأتي النساء في الحمل، بل إنها تشعر بنفسها خفيفة. هكذا يا هالة؟ بل إنها حدثتني بأنها تشعر بنفسها هنية بحملها، وكأن يدا خفية ترعاها. اكتمي يا هالة، اكتمي، سيكون لبني هذا شأن عظيم. هذا هو التاجر المكي يا مولاي. لك السلام أيها الملك. أتعرف لما أرسلت إليك؟ قل أيها الملك. أحد من قومك دنس كنيستي، وهذا أمر عظيم عندنا، أريده الآن. ثم أتقبلون بذلك؟ لا أيها الملك، إننا لا نقبل في البشر أن يعبدوا ما شاءوا، ليس ذلك لنا ولا لغيرنا. وما هو إلا فتن أحمق ارتكب هذا الفعل المنكر وفر إلى دياره. فر إذن؟ كنتم تعرفون ما فعل وتركتموه يفر. أيها الملك، إن كنت تريده فابعث في إثره، إن أهلي قوم كرام وهم سادة مكة، والبيت الحرام ما هو قلوب العرب ومحجهم، ولا يقبلون أن يدنس قليسك هذا، ولسوف يبعثون به إليك. ثم ماذا تجدون في بيتكم هذا الذي تعظمونه وهو بيت للأوثان؟ إنه بيت أبينا إبراهيم، إنه البيت الحرام المعظم لدى العرب كلهم، وإن أقصى أماني الواحد منهم أن يزوره ويحج إليه ولو مرة في العمر، فيطوف به ويقدم إليه الذبائح والنذور. إنه البيت الحرام، الكعبة أجل من أن يسأل عنها، ما رامها جبار إلا وخصمت، ولا ملك إلا هدمت، ولا عاث أو فاجر إلا حطمت، إنها قدس أقداس العرب. ألم أفتح بلادي لتجارتكم؟ ألم أسمح لكم بالذهاب والمجيء بغافلكم آمنين؟ فأيأتي أحدكم ويدنس كنيستي فهذا أمر عظيم، لن أتركه يمضي هكذا.
ثم ما هذا التعظيم لأوثان لا تضر ولا تنفع؟ أما تأتون إلى كنيسة القليس وتصرفون حجكم إليها؟ فاليمن متجر لكم وفيها قبائلكم ومنتهى ما تطلبون من الرزق والبيع والشراء والربح. أيها الملك، لن تقبل العرب بديلا عن الحرم والكعبة ولو فنوا عن آخرهم. هيئوا الجيش. أمر مولاي. مرحبا بصديقي الحميري على الرحب والسعة. أهلا بصديقي عبد المطلب. ما أخبار الحبش في أرض اليمن؟ صاروا هم الملوك ونحن الأتباع، لهم خير اليمن وأرزاقها، هم الجند وقادة الجند، إن نحن لملحقون بهم. غمة نرجو من رب الكعبة أن تزول. لكل أجل كتاب، فقد حدثنا أجدادنا أن نصر بن ربيعة وهو من ملوك التبابعة رأى رؤيا فظيعة بها وأفزعته الفزع كله، فذهب إلى العرافين شق وسطيح كل بمفرده، وقال للسطيح: إني رأيت رؤيا، فهل لك أن تؤولها لي؟ ولم يحدثه بها. فقال سطيح، أو هكذا قالوا: رأيت أيها الملك حمما خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة. يا لها من رؤيا. فقال الملك: ما أخطأت منها شيئا، فما عندك يا سطيح في تأويلها؟ قال سطيح: أحلف بما بين الحرتين من حنش لتهبطن أرضكم الحبش، فليملكن ما بين أبينا وجرش. قال: وأبيك يا سطيح، إن هذا لفائض لنا مفزع، أهو كائن في زمني هذا أم بعده؟ قال: بل بعد حين، أكثر من 60 أو 70 يمضين من السنين. قال الملك: أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال: لا، بل ينقطع بعد 70 من السنين، ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين. قال: من يليهم من قتلهم وإخراجهم؟ قال: إرم بن ذي يزن يخرج عليهم من عدن فلا يترك أحدا منهم باليمن. قال: أيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: لا، بل ينقطع. قال: ومن يقطعه؟ قال: نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال: وممن هذا النبي؟ قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. إنها لرؤيا، نبي يخرج من ولد غالب بن فهر. من قومك يا عبد المطلب. علمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرى، في اللوح واسم محمد طغرى.